أراكم الله بحلقة جديدة من برنامج من حولك والبداية دائماً العناوين الدراما العراقية تسجل بصمة درامية خلال شهر رمضان المبارك المسحرشي وغيرها من الطقوس الرمضانية راح يحافظ عليها الجيل الجديد لو لا يعاد الموسم الرمضاني الحالي أكبر المواسم إنتاجاً بحيث قمنا نشوف الممثل العراقي موجود عملياً وثلاثه وصارت الدراما العراقيه تقنع المشاهد هسه نتفق انه مو كل الدراما ومو كل الاعمال بس اكو اعمال شكلت بصمه قويه بهذا الموسم الرمضاني نقيب الفنانين جبار جودي قال نستبشر خير بهذا الموسم وانه تكون نهضه حقيقيه بالدراما العراقيه خصوصا بعد الدعم الحكومي المقدم لها ولكل الفنون الاخرى ووجود جيل جديد من الشباب شكل حضور قوي بهذا الموسم وعن الاعمال الدراميه التلفزيونيه العراقيه بهذا الموسم الرمضاني ارحب بالاستوديو بيه الدكتور عقيل مهدي يوسف رئيس رابطه نقاد المسرح ارحب بك دكتور اهلا وسهلا شكرا جزيلا اهلا وسهلا نتفق انه اكو بالانتاج بهذا الموسم الرمضاني بس يبقى التقييم الفني اللي هو جزء من دوركم كنقاد وكمختصين بهذا المجال شلون شفت وضع الدراما العراقيه بهذا الموسم الرمضاني وشفنا شفنا هواي متغيرات وهواي قصص ممكن تكون جديده ممكن قصص قديمه وصارت لها اجزاء ثانيه فهذا الوضع العام شلون تابعته بصراحه يعني بعيدا عن النمط السلبي بالموضوع انه تدري توقفت الدراما يعني لسنوات التلفزيونية بالذات وأيضا الموضوعات باتت نمطية ومكرورة وبعض الوجوه هي نفسها ولا كان هناك مثلا نوع من الاستحداث في جوانب الموضوع جوانب التمثيل حتى الكادر الموجود بشكل متكرر هذا يخلي نوع من يعني عدم الترويج الجماهيري يعني احنا يعني الاساس النقد المسرحي مثلا والنقد التلفزيوني يريد يقوم القضيه التقنيه مثلا الابداعيه وموضوعات مهمه لمجتمعنا العراقي الان بئر به من الخزان الكبيره لمشاكلنا لعلاقاتنا الدوليه الاسريه موضوعات مختلفه فاني اشوف يعني الان مثلا هناك مشكلات تظهر نفسها يعني شكل غير مستساغ يعني وايضا التمثيل هو مو بهذه الطريقه يعني طيب. يعني احنا ندري انه النص له علاقه بالمخرج المخرج عنده رؤيه معينه الممثلين يطبقون ويجسدون الشخصيات بشكلها الانساني طيب. الايجابي راح اناقش هذه التفاصيل بس نعم. اكو هواي عناوين حكيت عنها عناوين اساسيه بالدراما. نعم. بالدراما مثلا ذكرت موضوع تكرار الوجوه، احنا هذا الموضوع عندنا نقص بالكاركترات ما شفنا بهذا الموسم وجوه شابه لاول مره بس تشوف حضورها سلس محبب للشاشه هذا راي بعد نعم رايك وراي المشاهد اكيد تختلف الاراء موضوع تكرار الوجوه هذا بيفد تفصيله معينه لا هو شنو انا قلت النمطيه وين تكمن؟ مو بتكرار يعني هناك نجوم راقين في العالم يتكرر باكثر من مسلسل باكثر من فيلم باكثر من مسرحيه هو مو التكرار بحضوره نفسه الذاتي الموضوعي خارج نطاق الفن يعني وكانه يقلد شيء جامد ليست فيه نوع من المتغيرات ولا يوحي ولا شخصيه تتلام وياه واحنا هسه نشوف الى الان ظهرت مشكلات على مسلسلات هي يعني هذا صارت هذا يعني. طيب هذا التكرار يعني تشوفه مو من مصلحه الدراما؟ لا التكرار عندما يكون تكرار الوجوه تكرار الوجوه عندما تكون بنفس الكاركترات وبنفس الموضوع وبنفس التسلسل <applause> القديم يعني, <applause> يعني احنا نريد نكتشف اشياء جديده مو الان هسه الجمهور حتى الصغير الطفل يقدر يعني يستوعب ما يقدم الان حتى بالبرامج يعني طيب. تمثيلية واداء الان صار واضح يعني وما يثير لدى شيء ولا انفعال ولا يثير نوع من التسليه جانب الاخراج يعني نعم. شفنا وجوه جديده او اسماء جديده كمخرجين بهذا الموسم الرمضاني فشون شفت هذا الموضوع هو احنا ينبغي علينا ان نفهم باننا لا يمكن ان نستغني على الرياده لممثلين كبار ومخرجين كبار لان هؤلاء هم بخزينهم المعرفي وتجاربهم العديده يستطيعون ان ينهضوا وينقلون خبرهم وتجاربهم للشباب. انا يعني فرحان انه هناك شباب بالاخراج بالتاليف بالتمثيل حتى اطفال يعني هناك ما يوحي لك بالفرح يعني هذول وصلنا بال... بالاخراج اليوم لمستوى نقول والله احنا نقدر ننافس عربيا كاخراج انا اتصور المساله اللي سبب انقطاع الجانب التجريبي والعملي والتطبيقي من الصعب ان نصل الى مثل هذا الحكم على ان جماعتنا ممكن أن ينافسون هو المخرج بي موهبه عنده وعنده قدرات راقيه وهناك ايضا حتى الاستوديوهات مجهزه بكل التقنيات التي ينبغي ان ترتقي ده. بالاداء بشكل الاداء الجمالي بايقاعه بيج... يعني بكل ما له علاقه في هذا الجانب يعني لذلك انا فبعد تشوفوا خرجينا يحتاجون اريد اصنفها بانه اجيال وغيرها مم. لانه احنا الاسره بحاجه لحكمه الكبير طيب. وبحاجه الى براءه الصغير فيها مم. وبحاجه الى الام والابنت والاخ الكبير المتزوج تشوف اكو تقليل من دور الخبرات القديمه بالاعمال بالضبط يعني مو تقليل بشكل مطلق ولكن مه. هناك نوع من الحيف يعني مه. بكثير من الفنانين الجيدين مه. وحتى هم ينادون ويطالبون و... وللاسف حتى يتصور البعض انه مه. من يلغي غيره حتى مه. هو يحل مكانه او يكون له القدح المعلق كما يقال على حساب الاخرين وايضا حتى التمثيل يعني للاسف يعني ما يفقهون حتى مثلا انا اقول لطلابنا من ندرسهم تمثيل انه في زمن ارسطو 400 سنه قبل الميلاد مه. من اوديب يفقس عينه ما يطلع قدام الجمهور فاقص عينه لان هاي بشعه الان مه. اكو اشياء ما يطيقها المتلقي طيب. لانها اكو تقريبا عندنا دكتور اكثر من خمسة وعشرين عام رمضاني مختلفه اعمال ممكن بها تصنف كفكاهيه اعمال جاده غيرها من التصنيفات اللي انتم اعرف بيها اكو عمل شد انتباهك شفت هذا العمل خلينا نقول ما وصل لدرجه الكمال بس عمل جيد يعتبر من ناحيه التاليف والاخراج والتمثيل والانتاج هو شنو يعني ايضا شيء شائب الموجوده بالموضوع هو تكرار يعني مثلا الان واحد ما ممكن ان يشوف هذا العدد اللي انت ذكرته من مسلسلات لا هو اكيد بس ايه مثلا بس هي مثلا اي خان الذهب مثلا هذه رغم انه هي مكرره المساله الاخرى يعني عسل مسموم هاي بها نوع من ما يسمى بالميلودراما يعني الفاقعه ببكائها وب موضوعها الشرس وبقضاياها التي قد لا يمكن ان تمثل بهذه الطريقه الطبيعيه جدا مم. احنا بالفن هناك عداء يعني نوع من النمذجه مم. للشخصيه نوع من الاسترخاء الحلو مم. نوع من عدم العذاب يعني مم. واضافه الى نشوف دنش... هذه الاعمال هي الاميز هي العمال. اللي اكثر وطبعا انا اتمنى ان عندما نمثل نعطي للشخصية لا الصراخ والبكاء المستمر والدمار يعني هناك نوع من الإشارة للمسألة مو وكأنه فعلا بهذا المشاعر المتعبة والمرعبة أي ممكن البعض هسه يتعكز عليها ويعتبرها أدوات خلينا ننتقل لمسألة ثانية القصص والكتابات هسه أنت ممكن مريت على بعضها قلت أكو تكرار اكو فد قصص مواقعية اليوم هذه القصص اللي تكتب والاعمال اللي موجودة بالشاشات العراقية والعربية اللي تبث بالعراق قريبة من الواقع العراقي هو طبعا هناك مشترك انساني مم. شامل يعني ليس هناك نوع من الحواجز والحدود القطعية مم. بين المسلسل العربي او العراقي بشكل اخص او العالمي مثلا حتى عندنا العراقي كقنوات عربية مخصصة للجمهور هو المخرج احنا بنشوف سيرتهم مم. للمخرج راح نشوف وين جماعة الضوء مم. اللي يشتركوا وياه نوع من النمط اللي نسميه احنا الخاص النموذج العالي بحيث انت تطلع فرحان مم. يعني مثل ما افلام كلها رائعة مم. ومسلسلات كلها رائعة لكن يعطى لمسلسل واحد يجوز لدرجة واحدة اكثر وضوح احنا مم. للأسف الان يعني غير دارسين مثلا او مم. لعلاقات شخصية مم. او لمسائل يعني مو ابداعيه احنا نريد الفنان المبدع يعني الان انا فرحت بعض الممثلين هو مذيع يعني ولكن اداء رائع يعني لو المخرج مثلا ينتبه اكثر ويطلع المستوى الثاني دكتور خلي خلي يعني احدد السؤال اكثر مسلسلاتنا واعمالنا الدراميه الدراما التلفزيونيه شكلت فد معالجات لمشاكل مجتمعيه اليوم موجوده بالواقع العراقي هو احنا من نقدر مثلا ننفي عنها مثل هذا الموضوع احنا المساله بالمعالجه يعني هي كلها موجوده هاي ولكن كيف ننسجها مثلا ثروه عكاشة وغيره والناس الكبار مثلا في الدراما واللي يكتبون يعني حتى عندنا عراقيين هو اتمرسوا. انا احنا عندنا كعراقيين عندنا عراقيين تمرسوا يعني وقدموا اعمال جميله وكل مسلسل او كل تمثيليه سهره فيها نمط مغاير للمالوف التقليدي. فوصلت كتاباتنا لهذا المستوى؟ احنا كانت توصل واصلة كانت تواصل الان بسبب الانقطاع لان هي مه تجربه مه يعني عندما تنقطع تتهافت المسيره بمعناها الايجابي الجيد اللي يضخ ابداع طيب. ويكتشف نجوم ووجوه جديده لان احنا جيد. كما قلنا الطفل الان راح يصير شيخ بعد كم سنه. طيب لح. ليش عندنا اعمال ورا ما تنعرض دكتور تصير عليها هوسه وتصير ترند وليش هذا الشخصيه طالعه بهذا الدور وليش هذه المسميات كمثال يعني اليوم احنا عندنا ترند صاير موضوع عالم الست وهيبه ممكن اخذ اكبر من حجمه او هو هذا حجمه الحقيقي والموضوع يستحق نوقف عنده ليش ماكو مراقبه عندنا للنصوص قبل لا تنعرض وحتى هم نتجنب هذه المشاكل وهم من الفنان ياخذ حقه بظهوره بالموسم الرمضاني هو طبعا صباح عطوان المؤلف الراقي اللي انا اتشرف مثلت بكثير مسلسلات مم. هو كان كاتبها ومثلنا ويا ممثلين وممثلات راقيات ورجل يفهم لا يجوز يعني كما هو يعني اشتكى مم. قانونيا لان هاي حقوق تأليف لا يمكن لاي واحد يعني احنا عندنا الان حتى اغاني يغنيها بشكل اخر احدهم مم. و... والاصلي باوع يعني يسخرون من وضعه مثلا او من اغنيته أو تقليد وتقليد غير جيد يجوز ومضة صغيره اما ان تكون مثلا بهذا الحضور لان عالم الست وهيبه يبدو في الذاكره العراقيه تميز بصفات ايجابيه بنمط من الاداء الراقي نوع من المشكله الاجتماعيه اللي كانت تهم يعني العائله العراقيه ومجتمعنا العراقي اما ان ياتي ايضا نمط ثاني المفروض هو صاحب الشين يعني لا يمكن ان يغيب يعني يستشار المساله الثانيه كيف يصور مسلسل وفنانين راقين وجايين من خارج العراق ورايحين وجايين وناس هنا والعذاب اللي شافوه طبعا أن هذا يعني هناك نوع من غياب المعيار القانوني والالتزام بما يسمى بالنص مو بشكل يعني كل من يتحول الى هو القاضي في هذا الشيء هو المفروض تس يعني تجرى عمليات سابقه من ناحيه الاجازه من ناحيه الانتاج من ناحيه المخرج والممثلين هو احنا احنا اليوم باعمالنا الرمضانيه واعمال الدراما التلفزيونيه عامه اكو قابل للنص؟ هو ينبغي ان تكون هناك ما ينبغي نحو بس يعني احنا الواقع شي يقول احنا مو احنا بالنسبه ان يعني لماذا اثيرت هذه الضجه معنى ذلك انه هناك ثغره فيما يتعلق بالرقابه للنص الرقابه مو بمعناها البوليسي والتدميري وهذا يجوز وذاك لا يجوز حسب قناعه الـ 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 الرقيب لا انما احنا ينبغي ان تكون هناك هيئه النقدية موجودة في داخل الاستوديوهات للمسلسلات ويعرفون منو اللي يتقدم النص اجازه أولا حتى يجي المخرج يعني أنا أتذكر كانوا يخلون المسلسلات الحلقة الأولى مثلا لتمثيليات معينة وبها سلسلة من العو... يعني التمثيليات يعني مو مسلسل هاي, هاي موجوده كانت عندنا كانت موجوده فالمخرج يباوع زين واليوم شنو الوضع؟ والمخرجين يعني الان هذا الوضع اللي فجره هذا الصراع اللي صار مم. على عالم الست بمعنى انه النقابه تصرخ من صفحه انه المفروض احنا يعني نتبنى هالموضوع يعني الانجيزه لازم يتقبل الاخرين وهو والان يعني صباح من الغربه مالته بالخارج يقول هاي ما يجوز وفعلا بالعظمين القضاء إيه انطى الحق لهذا الرجل باعتباره أيضا مقدم وأيضا ينبغي أن ننظر إلى هؤلاء الذين قدموا الكثير واشتغلوا على المسلسل الثاني يعني هذا وببراءة ب... مطلقة هذا ما معناه إحنا ما عندنا رقابة على النصوص قبل لا تصور هو سبب سببها العادة التي ينبغي أن تكون إيجابية لم تكرس بعد لسبب هذه الثغرات والانقطاعات اللي صارت لو كانت المسألة جارية بشكل محدد لا كان يسمح لامور هواة هناك احتراف هناك مسؤوليه كبيره مم. مسؤوليه قانونيه مسؤوليه وطنيه مسؤوليه خطاب مع الاخر خارج حدودنا مم. وداخل طيب. حدودنا لا. شنو الدلالات اليوم او اهميه هذه الدلالات والرمزيات بالنسبه لزي الممثل لك او حتى الاسماء شنو تاثيرها بالعمل؟ هو شلون احنا نسوي الكاركتر مال الشخصيه إن لم تكن هناك ما علاقة ما بين المشاعر الداخلية والحس القادر على أن يتقمص شخصية هي مو الشخصية نفسها اللي يظهر بها الممثل في حياته اليومية يعني من تمثل عطيل ينبغي أن أشوف عطيل أماني من تمثل لي واحد آخر أجنبي لكنا مالته الجلسة الإيماء الوضع مي أنا مي هذا دكتور سؤالي بيتكمله ايه؟ هذه العناصر لما توظف توظف مثلاً بصوره عفويه لو هذه تنحسب من المخرج من المؤلف قبل لا هو مثل احنا هي مصنوعه ويعني عقليا ولكن التقمص ينبغي ان يكون بنوع من الكنترول في الداخل وفي خارج اللقطه نفسها يعني ان يكون الممثل قادر ان يبدو لك عفوي ولكن هو مدرك ف... اساسا لهذه العفويه مو عفوي فهي تكون... فهي تكون محسوبه محسوبه بالنينيه وبالدقه حتى يعني فيلم مال يوليوس قيصر من يجي قتله اقرب مم. المقربين إليه شلون طلع لقطه الموت؟ يعني اجى يعني الكاميرا مم. مم. لعينه فرمش بعينه كانه ما برمشه العين مم. تظهر اما الان انت تشوفها كلها ما يظهر ايش قد يسوي اشياء خارج الدور طيب ليش اكو اعمال اليوم عندنا اعمال دراميه تستخدم هذه الادوات اللي ذكرناها للانتقاص من مناطق او محافظات الوسط والجنوب بالتحديد لا هو شنو استخدام كاركترات ونبرات صوت وفد وضعيه احنا اولا كل الكاركترات في الجنوب والوسط والشمال بها الايجابي والسلبي مم. اما ان نطلع واحد سلبي مو معنى ذلك ان كل اهل هذه المنطقه هم سلبيين احنا حتى في القران الكريم يعني الاخوه يعني اثنين تعاركوا واحد نبيل ومات والاخر قتل لاخوه فهاي المساله لها علاقه بالكاركتر لها علاقه بالموضوع نشوف احنا يعني واحنا عندنا تكرار بهذا الموضوع دكتور هو احنا الشر والخير لا يمكن ان يكون شر ولا يمكن ان يكون تكرار في علاقه الخير بالشر بنماذج مختلفه ماكو تكرار يعني انا اريد اشوف شيء الخير ربما ياتي بغير الطريقه اللي احنا اعتنا احنا نشوف اعمال مثلا نفس او نفس كل موسم تتكرر نفس الاشياء نفس الموضوع انه لازم اطلع ابن الوسط الجنوب مثلا مع كل احترامنا لاهلنا وناسنا لازم أطلع أنه هو وعيه قليل فهمه قليل لازم أطلع أنه هو يحكي بطريقة تقلل من قيمته هو هذا أيضاً صار عندنا نوع من سبب غير طبيعي أنه الطائفية العرقية المناطقية اللهجة اللكنة أنا ما أعتبرها هاي صحيحة لأنها لا تدل أساساً على طبيعة العراقي نفسه أولا العراقي محب وإنساني مه. وراقي في الجنوب أهل الكرم والحضارة والذاكرة الشريفة مه. والقيم أيضا الدينية والأخلاقية الكبيرة في كل مناطق العراق من الشمال إلى الجنوب وعندنا طبعا ديانات مختلفة عندنا كاركترات مختلفة مه. الأب مثلا في زمن قبل الثورة مه. يعني مال تموز غير الاب الموجود الان في زمن داعش مه مه وراح نشوف حسب الموضوع طبعا طيب. ومعالجه هذه الموضوع فنتفق اعتقد انه هذه هذه الشخصيات او هذه الرموز والكاركترات ما تمثل الواقع العراقي اليوم بكرمه وغيرته واصالته وخصوصا المناطق والمحافظات اللي جاي تستهدف او تمثل بهذه الطريقه يعني مثلا تأخذ الان يعني هناك في الكردستان العراق نمط محبوب وهناك نمط في السينما مثلا والتلفزيون والكتابات القصصيه وغير او الشب بالوسط نفس العمليه او بالجنوب احنا ما نقدر نقول والله لان الجنوب كذا فلازم يكون كل شخصياتهم ايجابيه لا هسه الان شوف يعني حتى على مستوى الدوله مستوى القانون مستوى الضبط اللي في ال يعني الشرطه <applause> الضباط الجيش انه اكو معايير لانه حتى هاي اذا تنتهك وده تحول حتى جرائم مخله بالقيم الانسانيه النبيله هذا اللي اللي هذا اللي نتمناه دكتور نتمنى المتابعه اني اشكرك الدكتور عقيل مهدي يوسف رئيس رابطه نقاد المسرح على كل هذه الاضاحات والمعلومات شكرا لك شكرا دكتور شكرا جزيلا بارك الله فيك وتابعنا الموضوع ويا الدكتور عقيل وحكينا بتفاصيله بما يخص الاعمال الرمضانيه وممكن ذكرت اكثر من سؤال ما يخص هذه الاعمال اللي صارت تستهدف بعض المحافظات والمناطق صارت اعمال مكرره ما صارت حتى محببه للمشاهد العراقي، الكاركترات نفسها انت اليوم تطلع بكل موسم رمضاني لو تغير صوتك لو مع احترامي طبعا لكل الادوار، لو تغير صوتك لو تعوج حلقك لو تلبس فد فطريقة معينه. عبروها شويه، اكو تطور، اكو وجوه جديده جاي جاي تشتغل صح، كافي هذه الاعمال وهذه الامور اللي تحاول تنتقص من اشياء ما راح تقدر تغيرها. اليوم من الوسط والجنوب مع احترامي لكل محافظاتنا اكو ثوابت ما نقدر نوقف او ما نقدر نتجاوزها من الوسط والجنوب وقفوا بوجه الاستعمار البريطاني ووقفوا بوجه صدام وظلمه وامريكا ووقفوا بوجه داعش فما راح تقدر انت بهذه دقائقك المسمومه تغير من هذه الحقيقه فاصل وبعدها نظارات ابل فيجن برو سولفنا عليها بحلقه سابقه وقلنا هي تطور جديد وشركه ابل تحاول تسوقها بكل الطرق لكن اليوم هذه الشركه وهذا الاصدار بالتحديد يواجه خسائر كبيره ليش لان بعض المختصين اكتشفوا انه هي تسبب مشاكل صحيه تفاصيل هذا الموضوع نتابعه ويا بعض مطالب موجة استياء كبيرة لمستخدمي نظارات الواقع الافتراضي الجديد أبل فيجن برو وتسببت بخسائر مالية للشركة المصنعة بسبب متاعب صحية لمستخدميها المستخدمين اللي يتسابقوا حتى يشتروها لحظة طرحها يتسابقون هسه حتى يرجعونها للشركة ويرجعون فلوسهم النظارات سعرها أكثر من 3500 دولار سببت بمتاعب صحية لمستخدميها منها الصداع المستمر وآلام بالرقبة والعيون وصعوبة التركيز تقارير إعلامية أكدت أن النظارات تسبب الصداع المستمر وأمراض غير متوقعة بسبب ثقل وزنها طبعاً تقدم النظارات لمستخدميها القدرة على اختبار الواقع الافتراضي المعزز مع ترجيح كفة المحتوى الرقمي كالتطبيقات والشاشات بالعالم الواقعي أحد الخبراء بمجال التقنية قال بعد مرور ساعتين على فتح علبة جهاز أبل فيجين برو واستخدامه قررت أنه أرجع للعلبة وأرجع للشركة وقال انه بس شكلها حلو وما بيها اي مميزات وما تحملت الصداع بعد عشر دقائق مع العلم اني مستخدم نظارات ذكيه اخرى من قبل وما صاير عندي لا الم بالراس ولا صداع وبالمقابل الشركه ما نشرت لحد الان اي تعليق على استياء الناس من النظارات على ايقاع سحور سحور واقعد يا صايم تسحر وهاي العبارات يفترى المسحرجي بين شوارع بغداد وازقتها حتى يقعد الناس للسحور. المسحرجي شخصيه رمضانيه عراقيه تراثيه قديمه موجوده من عهد اجدادنا واجدادكم. هذه الشخصيه دورها تقعد الناس حتى يتسحرون بشهر رمضان. عاده ما يقوم بهذا الدور شخصيه شبابيه تحب تحافظ على هذا التراث العراقي البغدادي وهو موجود بكل محافظاتنا، ما محتكر فقط في بغداد. هذه الشباب وهذه المجموعه الشبابيه اللي تقوم بهذا الدور ما تهتم اليوم بالمنبهات وغيرها من الات تطور الزمن، تهتم شلون تحيي هذا التراث وتحافظ عليه. نتابع هذا الفيديو وبعدها نرجع. او حتى نحكي عن عاداتنا وتقاليدنا الرمضانيه اكثر ونسولف تراثنا العراقي البغدادي رحب بالاستوديو بالدكتور حسين الجاف نائب اول امين عام اتحاد الادباء والكتاب بالعراق رحب بك دكتور اهلا وسهلا بكم رمضان مبارك على الجميع ان شاء الله ايش قد بعدنا محافظين على هذه الاشياء التراثيه اللي موجوده مثل ما قلنا من عهد اجدادنا اليوم بالواقع العراقي الحقيقه هذه آه لا تزال هذا يجينا بالليل إساءة بين النوم وبين <applause> بين الصحوة تشوف هو يجي واحد يقول قوم يا صايم قوم يا نايم واحد دايم وهذا الطبل ماله زين كلش حقيقة إلا فد وقع على القلوب والوسامة لأن <applause> بيك نوع من الروح يعني يعني هذا هو بلد الإسلام <applause> شنو عم به؟ قد ما ندعي الحضارة قد <applause> ما ندعي إنه إحنا علمانيين الجذر يا اخويا جزء من حضارتنا طبعا الجذر الاسلامي لازال زال راسخ برسوم هذا الجذر يعزز الالتزام بهذه م -م. هو هو الموضوع الموضوع يعني اليوم ما يتعلق بس ب انه كمنبه قاعد الصايم موضوع المساحة بالتحديد اكيد هذه نقطه جميله يعني كانما هناك واجب رباني م -م. يعني مجبور عليه الانسان العراقي او الانسان المسلم في هذا البلد <applause> اللي هو يعني يرفض به سته من الانبياء الاثار او سبعه <applause> من الانبياء النصارى من الاولياء الاكثر <applause> فهذه الدلالات التاريخيه الجميله <applause> لا تزال شاخصه ولا <applause> <لا> تزال تبعث بوضوح السحر على الاذان وعلى القلوب نعم ايش قد اليوم مهم انه نحافظ على هذه العادات والتقاليد والموروث الشعبي؟ ضروري جدا ونرسخ هذه الشغلات في نفوس الاجيال يعني مثلا احنا كنا في منطقه باب الشيخ مقابل الحضر الجيلاني وطبعا احنا نعرف ان السيد الشيخ عبد الجيلاني هو حسني الاب حسيني الام مهم. يعني من جذور البيت نبو فكانت يعني الجيرة الجميلة اللي مم. تربطنا ويا الأوائل المجاورة إحنا بالبيت مثلا نطبخ نوع واحد من الطعام مم. نشوف أحيانا في أربع ثلاث أو أربع ما شاء الله على السفرة الجانب 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 اليمين يجيبوننا الجانب اليسار يجيبونا ولا ربما بيوت ابعد يجيبونه وشاهد المائده تشكل اربعه او ثلاثه نتيجه الكرم مم. الرمضاني والكرم العراقي اللي جل في صينية هاي هاي بعدها موجودة موجودة حافظين عليها إن شاء الله نعم موجودة ولكن ما تقدر تطير الكود يعني بعدين الجديد يبقى في لا بركات رمضان إن شاء الله موجودة موجودة بس يعني تعرف أنت ما تقدر تطير لها محلة فأنت أربعة خمسة جود يعني يجيبوا لك لا هو كل واحد كل واحد إذا أنطى أربعة خمسة وأخذ فهي بالتالي الكل راح يشارك فيشاركون اكو حتى كانوا اكو منطقتنا عوائل مسيحيه. فذول كانوا حتى النسوان ما يصومون. يقولون آه. احنا ايضا من... يعني عندنا روح وياكم مم. من حيث انه دينكم يدعو الى الصحه ايضا لان الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ صوموا الحقيقه ذولاك كانوا من دوافع صحيه من دوافع ترسيخ المحبه. بين مم. الجيره الواحده كانوا ايضا ينسبون يعني مم. بعض العوائل كانت موسره آه تتفق ويا القران الكريم ال... اغلبهم من كانوا من فاقدي البصر فيجون يعني بالسبوع مرتين او ثلاث ايام بالبيت يفرقوا قران ممتاز في... يعني مقابل هذا هي اجر مقابل يجوم. بسيطه ورمزيه مم. هذا التراث اليوم بعده موجود بكتاباتنا يعني أنا استثمر وجودك نائب اول يمين عام اتحاد الادباء والكتاب. نعم. موجود بكتاباتنا خصوصا الكتاب الشباب بعدهم ياخذون هذه المواضيع؟ والله الشباب اقل لكن الشباب جين اقل جيلنا احنا الثاني آه كانت اصدرت قبل ثلاث سنوات كتاب هو في السر اسمه بعض حكاية الفتى الشقي. مه. يعني حكيت عن هذه العادات على شكل ذكريات او قصاص او منكرات من خلال استعراضي لواقع المحله اللي كان يسعى الى تعميق العلاقه تجذير الاسره بين ابناء المنطقه وحتى أه. المناطق المجاوره موجوده عند الكتاب جيد شنو حاليا اكثر او منو هي حاليا اكثر المحافظات اللي بعدها محافظه على هذا التراث؟ احنا اخذنا كمثال العاصمه بس بالتاكيد عندنا باقي المحافظات موجود بهذا التراث حقيقة أنا راح لك محلة باب الشيخ محلة الفضل الكاظمية لأن لا تزال على هذا التراث بقوة وأيضا المناطق الليبية مثل في النجف الأشرة مهي. وكذا في كربلاء المقدسة وفي يعني النجف وكربلاء المناطق اللي بيها مراقد الائمه لا تزال لا يزال هناك تمسك بمثل هذه العادات القصيده اللي تبعث على المحبه اكيد 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 صيد صيد جدا وبعدين هذه ترى مسار قاسي القاسي والداني حتى الغربيين آه. من يشوفون هذا الاقبال على بعض ال... الجوانب المضيئه من سبب تسبب هذا التراث لازم لازم اليوم نحافظ عليه خلينا نشوف تاريخ المسحرشي دكتور تاريخ هذه المهنه او هذه الهوايه عند البعض شلون تطورت؟ نتابعها ويا غفران حسن وبعدها نعود. مرحبا، يعود تاريخ لمسحرج ببغداد قبل اكثر من عشر قرون ومن هذاك الوقت يحافظ البغداديين على هذا التقليد ويعتبروه احد الرموز المهمه خلال شهر رمضان المبارك. طبعا يمارس عمله بكل رمضان تطوعا حتى يحافظ على ارض اجداده وتنتظر العوائل قبل موعد السحور حتى ينبههم لاقتراب الموعد طبعا يستعمل المسحرشي الات صوتيه خاصه والطبله مو الاله الوحيده اكو يستعملون الدف والدمام وغيرها وعلى الرغم من تطور الزمان وتعدد وسائل الاتصالات وتزايد انواع المنبهات الموسيقيه والقرانيه الا ان الاعتزاز بالموروث الشعبي وبعادات وتقاليد شهر رمضان خلت البغداديين متمسكين بالمسحرتشي طبعا يحصل بصباح العيد على مساعدات ماليه من اهالي المنطقه اللي افتر بيها خلال الشهر الكريم وبعد ما تابعنا هذه الفقرة نرجع من إلى دكتور حسين دكتور المسحرشي على معلوماتكم بما أنه أنت من هالي مناطق بغداد القديمة نعم. المسحرشي آه يتم توزيعهم لو كل واحد من أهل المنطقة يأخذ هذا الدور شلون تصير العملية؟ هي بالأساس مسألة طوعية طوعية يعني حقيقة أساساً هذه العادة جرت على تقليل الثواب نيل الثواب من الله سبحانه وتعالى من خلال يعني ايقاظ آه الناس للسحور للالتزام بهذه الشيء فهو يتطوع بها شخص نعم مم. بس يبدو انه بعض العوائل اما عن جد اخذ هذه المساله على عاتقها بعدين الان اكو شباب صغار يكيفون يفترون بالليل بالمناطق هذه يفترون على البيوت ما يتلقون الرحمه لابائهم فهي الحقيقة بالأساس هي طبعية وهدف القائمين بها مرضاهم الله ويقابل اللي للسحور من أجل إعادتهم على أداء هذه الفريضة شنو لازم اليوم إحنا مثل ما نعرف أغلب عوائلنا تبقى قاعدة الوقت السحور نعم. وبالسحور هم ما شاء الله تتكرر السفرة مال الفطور او جزء من عدها يتكرر فهم وهي من اجمل يت... اجمل أي... الايام والقعدات اكيد والليالي فبالتالي ما شاء الله السفرة عامرة شنو لازم نقدم لهذا المسحر شي اللي والله احنا نشوف عوائلنا تطلع ما. بالباب تباوع الاطفال يباوعون ما اعتقد اني يعني, يعني يقدموا لهم لانه الهدف مو ذلك مو هدفهم بس مع ذلك العوائل العراقيه قريبه نعم كم رام اكيد يقدمون الزلابيه والبقلاوه واحيانا بعض الفاكهه يعني بس اساسا هم ما يطالبون احد بشيء يعني نعم القضيه طوعيه القضية بها نوع من الالتزام بال بالدين زين يعني. ليش بعض اليوم العادات دكتور بدات تختفي عندنا او تقل؟ يعني حكينا احنا هسه لما نحكي بهذه التفاصيل مثل تبادل الزيارات وراء الفطور او حتى تبادل صواني الاكل والمواعين والحلى والمالح وغيرها من هالتفاصيل حلوه ونستمتع بها وعايشيها اكيد. نعم. انت والمشاهد الكريم واحنا هم عشناها يعني هذه التفاصيل. ليش تختفي هذه شويه شويه يعني تقل او حتى المناطق اللي تصير بهذه الاشياء جاي تقل بها. طبعا انشغال الناس الان بما يلهيهم عن هذه المسائل يعني اكو يعني منشغل بالتلفزيون وبرامجه وقسم في بالوسائل التفاعل الاجتماعي وسائل التواصل وقسم اخر اساسا هو ما عنده الرغبه مو كل واحد مم. يعني دولة الناس اللي كانوا يمارسون او يحرصون على هذه مم. على استدامه هذه الطقوس هم الناس الاجتماعيين لان اساسا المختار كبار المنطقه كبار المنطقه وجوهها مثقفيها رجال الدين متواجدين بالمنطقه يعني هاي كلها أه عوامل مساعده على بقاء هذه العاده اما اختفاء الطير لانشغال الناس زين الجانب الثاني من المسؤول عن احيائها؟ يعني مثل ما قلنا مهمه موروث وتاريخ وحضاره عراقيه من اليوم لازم يشتغل حتى يحيي هذا التراث. بالدرجه الاولى وزاره الثقافه. وزاره الثقافه. مهم. ويجب ان تكون هناك مراكز لاحياء التراث. اكو ناس كبار نسميهم ختياريين. هذول نجيبهم نسجل حديث معهم مه. مو نقدمهم بالتلفزيون يبصرون الناس باهداف هذه الشغله هي مو قضيه بس يقعدوا بال بال ب... على مود يلعب بحابس على مود يجي ياكلون بقلاوه زياده بم... بعد ما يفوزون لا وانما هي لترسيخ التعاون والتاخي بين ابناء المنطقه والمناطق الاخرى يعني مثلا بالحابس الحابس مثل ابن السليخ يجي الباب الشيخ بالضبط او, أو حتى ولد المحافظات للكاظميه ابن الكاظم يجي فهي المناطق يعني هذا هذه الدوره اكو دوره اليوم تشوف وزاره الثقافه بهذه المواضيع؟ لا مم. لا, لا. يسوون ندوات على قد الحال بس هاي يجب ان تكون بها جهات متخصصه يعني لازم يكون هناك دائره متخصصه بال بإقامة مثل هذه الدوائر اللي تحكي التراث على اساس علمي وبشكل اوسع. مثل ما نعرف الاجيال الناشئه وبالاعمار الصغيره مهم يوصل لها هذا الموروث الثقافي. بالتاكيد ما يحبون اكو اليوم أه. اهتمام مثلا المدارس انه يابا تعالوا ترى عندنا هيك تراث، <applause> عندنا هيك ثقافه من خلال متابعتكم او حتى انتم كمركز مهم كاتحاد ودباء تجيكم زيارات مثلا الحقيقه احنا سوينا اسبوع ثقافي ثاني باتحاد القباء <applause> صار لنا حوالي عشرة ايام <applause> ويستمر باكر الى باكر نوروز هاي الدوره <applause> الثانيه يعني دعينا اوساط شعبيه دعينا مثلا جماعه المقام دعينا جماعه المجالس البغداديه دعينا شعراء دعينا باحثين اني باكر عندي اعطني اه اليوم <applause> اليوم نجي محاضره في الساعه الثامنه ونص ممتاز يعني هي 21 نوروز محاضره عن طقوس نوروز في العاصمه ممتاز 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 نتمنى المحافظه على هذا الموروث لا. بالتاكيد من كل المعنيين حتى نحافظ على هذه الحضاره والتراث العراقي الاصيل <applause> انا اشكرك الدكتور حسين الجاف <applause> نائب اول امين عام اتحاد الادباء والكتاب في العراق وقبل لا اخذ الفاصل هي شو نقول دعوه رساله لاخوتنا المسحرتيه مثل ما نعرف دكتور يعني المسحرجي عنده شغله واحده هو الطبل ويفتر به بس لا تسووها فرقه يعني يجينا واحد ابو طبل واحد ابو بوق واحد ابو اداه ثانيه ما اعرف شنو نسميها تجيك زفه كامله بالفرع خلونا على الطبل ومشوها وهم ماجورين ان شاء الله وهم هي مبادره حلوه من عندكم إنه تحافظون على هذا التراث العراقي الاصيل فاصل وبعدها نكمل. ومثل ما تعودنا بكل اسبوع عندنا فقره خاصه بالصحه الرمضانيه والتغذيه السليمه نتابعها ويا الجادري رغم الفوائد الصحية المثبتة علميا للصوم خلال شهر رمضان إلا أن البعض يمارسون عادات صحية شائعة من شأنها أن تقلل هاي الفوائد وتترك آثار سلبية على الصحة تعالوا خلنا نتعرف عليها التقليل من إضافة الملح للأكل وتجنب الوجبات السريعة مثل الهامبرجر والبيتزا والكنتاكي وغيرها بالإضافة إلى أنه ما يصير تشربون المشروبات الغازية لكن تستبدلوها بالماء أو العصير الطبيعي عدم إهمال أكل الفاكهة ليش؟ لأنها تعتبر مصدر ممتاز للفيتامينات والأملاح المعدنية اللي يحتاجها الجسم خلال شهر رمضان وتساعد بمحاربة السمنة والحفاظ على الوزن. أما السحور فهو وجبة أساسية ما يصير نتخلى عنها لأن إذا ما تسحرنا راح يصير انخفاض حاد بمستويات السكر بالدم وعدم المبالغة بأكل الحلويات اللي تحتوي على كميات كبيرة من السكر. تنظيم الوقت بالشكل المناسب أيضا مهم للاستفادة من فوائد الصوم صحيا. النوم المنتظم والوجبات المتوازنه والقيام بالحركه بشكل يومي والتصرف كانه يوم طبيعي راح يحسن من الصحه العامه للصائم وينشط جسمه. وبالختام نشوفكم بحلقه جديده الاسبوع الجاي في امان الله.